هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة تتواصل وتتجدد انطلاقات أشواطنا في صباح هذا اليوم. شكرا لزملائي المعلقين الذين تواصلوا في الأشواط الماضية. ينطلق الشوط السادس بحفظ الله ورعايته في سن الحقائق، 3 كيلومترات ميدان دستور لسباقات الهجن أحد فروع المرموم دانة الدنيا دبي. ينطلق هذا الشوط وهو الخاص بالجعدان الحقائق، مباشرة نبحر في عمق الميدان، نتقدم بالمركز الأول ونرى هناك السيطرة والتنافس باين من بداية هذا الشوط. من بداية الشوط يا سلام، همام محمد بن يمعة بن عبيد الشامسي يتصدر المجموعة، ولكن يلي في المركز الثاني القايد محمد بن حمد بن راشد الزرعي يتقدم مع القايد. المركز الثالث، ثالث المراكز، ياتينا شاهين لسالمين بن سعيد بن محمد النعيمي يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع، دخول سريع وتبادل مراكز هناك تدخل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، ووصل في هذه اللحظات لعلي بن خميس بن حميد الشبلي يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك الوصول من مرحب لحمد بالصغير بن حمد لعويسي على المركز الرابع والمركز الخامس. عندك يا المالكي، عندك خامس المراكز مشاهدينا الاعزاء، وهذا هو عز الجيش ناصر بن خميس بن عبد الله الهاشمي. بينما المركز السادس، سادس المراكز، من وصل في شاهين وعمير بن خلفان بن بخيت المزروعي يتقدم، بينما هناك المركز الثامن، ثامن المراكز، شوف اللي وصل الحر لعلي بن سلطان بن حمد الدرعي. والمركز التاسع، المركز التاسع يا سلام لمحمد بن حمدان الحجري. بينما المركز العاشر يا ابو سلطان، يا سلام، هذا هو تدخل مشاهدي العزاء اللي هو مهاوش لمحمد بن عبد الله بن عوض البلوشي. هذه النتيجه مشاهدينا العزاء للعشر المراكز الاولى. عودي للجعدان، شوط يحمل سرعه، يحمل تبادل مراكز سريعه للقايه، ولكن السيطره على المقدمه من قبل شاهين وسالمين بسعيد بن محمد النعيمي. راح النعيمي يصدر الاوامر، لا زالت المسافة طويلة. ولكن المركز الثاني، الله يا شاهين مشاهدي العزاء وعمير بن خلفان بن بخيت المزروعي، ولكن شوف اللي وصل يا سلام فرحين محمد بن حمدان الحجري ياتي في هذه اللحظات، ووصل 25 كذلك وصل في هذه اللحظات. الصجيع محمد بن سعيد البرطماني ياتي في هذه اللحظات، ينطلق على المركز الثاني، ولكن المركز الاول يا سلام، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء. فرحين هناك على المركز الأول، على الانطلاق الأول، مصر على البقاء في هذا الموقع. تهانينا لمالك، تهانينا على هذا الفوز، محمد بن حمدان بن برغش الحجري الذي فاز في هذا الشوط. سلام يا أهالي السلطنة، سلام. المركز الثاني، ثاني المراكز اللي هو 25 وصل لمحمد بن حمد بن سعيد البرطماني. والمركز الثالث، المركز الثالث مشاهدي الأعزاء اللي وصل فيه الرايد لحمد بن محمد بن عمران الكتبي. والمركز الخامس عد شافع عموما، والرابع عموما. على كل حال بقية المراكز لجنة خط النهاية لها متابعة. نسير ونعود مرة ثانية إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء، فرحين الذي فاز في هذا الشوط
بالأداء الجميل، قدم توقيت زمني مقدار مشاهدين العزاء 4 دقائق 35 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز فريحين اللي فاز في هذا الشوط، ومحمد بن حمدان بن برغش الحجري الذي حقق هذا الفوز وسلم إلى أهالي السلطنة. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء 4 دقائق 37 ثانية و6 أجزاء من الثانية. اللي حل في المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام لمالكة بنشوف محمد بن حمد بن سعيد البرطماني الذي قدم هذا الأداء الجميل اللي هو الصقيع، بينما حل في المركز الثالث في 4 دقائق 42 ثانية 7 أجزاء من الثانية، وتقدم بهذا الأداء الجميل في هذا الشوط اللي هو الرايد وحمد بن محمد بن عمران الكتبي. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.